وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وحار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل، الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. علشان نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهارده معانا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني يمكن احنا شايفين لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، لسه في نسبة رطوبة، مع اننا خلاص بدأنا شهر سبتمبر، فهل الجو مكمل كده معانا ولا ممكن على أول الأسبوع مع بداية الأسبوع تبدأ درجات الحرارة يعني ترجع شوية أو تنخفض شوية؟ هي بدأت درجات الحرارة من أمس تنخفض انخفاض طفيف بحوالي 3 درجات عن الأيام الماضية. يعني احنا بالأمس مسجلين عظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار. يمكن هي فترات النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس هي اللي بنحس فيها بالأجواء الحارة أو بارتفاع درجات الحرارة، لكن التحسن الكبير في الأحوال الجوية بيبقى فترات الليل، لأن احنا فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بالاجواء المعتدله تماما، خاصه ان بيكون في نشاط نسبي للرياح بيقلل احساسي بنسب الرطوبه الموجوده في الجو، فبالتالي بيحسسني بنسمات الهواء اللطيفه. لكن احنا مع فترات النهار وهدوء سرعات رياح ممكن نحس بوجود نسب رطوبه خاصه مع وجود اشعه الشمس، فده اللي بيخلينا نحس بالاجواء الحاره الرطبه على المناطق الشماليه، يعني السواحل الشماليه للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، اجواء شديده الحراره على المناطق الجنوبيه، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده فترات النهار وتحديدا في فتره الظهيره. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى ما بين 33 الى 34 درجه مئويه خلال فتره الظهيره. ممكن اغلب مناطق الجمهوريه درجات الحراره فيها تعتبر حول المعدلات الطبيعيه، وزي ما قلنا مع دخول فتره الليل بيحصل انخفاض في درجات الحراره، بنحس بيه اكتر كمان في ساعات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. اجواء معتدله تماما في معظم انحاء الجمهوريه، حتى نشاط الرياح اللي موجود معانا هو موجود في معظم المحافظات، سرعته ما بين 30 35 كيلو متر على الساعه، بيقلل احساسي بنسب رطوبه، غير مثير لاي رمال واتربه، بيلطف الاجواء بشكل كبير. الشبوره المائيه ما زالت موجوده معانا، يمكن هي الظاهره الجويه المؤثره، شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر. لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا تدريجي الشبوره المائيه بتبدا تختفي، والرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق. يمكن احنا خلال هذه الايام لحد يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله هنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي اللي في طبقات الجو العليا ده هو اللي بيعمل على انخفاض درجات الحراره، انه بيعمل على اول حاجه توزيع الرطوبه في عمود الهواء ككل، وجود بعض السحب المنخفضه وخاصه فتره الصباح الباكر بتحجب جزء من اشعه الشمس، فبتلطف الاجواء بشكل كبير. كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فبالتالي الكتل دي معتدله ومنخفضه في درجات حرارتها. فاحنا لحد يوم الثلاثاء تعتبر درجات الحراره حول المعدل الطبيعي، 33 درجه مئويه عظمى على القاهره الكبرى، ويمكن يعني الظواهر الجويه الحمد لله مش مؤثره بشكل كبير على اي اعمال انشطه يوميه، حتى كمان حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط معتدله، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير. لكن ناكد ان احنا ما زلنا في فصل الصيف، يعني احنا لسه قدامنا على انتهاء فصل الصيف، يعني احنا هينتهي 22 سبتمبر، يعني حوالي 3 اسابيع، فمهم جدا ناخد بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره تحديدا، بقدر الامكان لو انا موجود في الشارع يبقى معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، عشان انا لو موجود في الشارع هحس بارتفاع في درجات الحراره. بالاضافه كمان طبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، والفتره دي بتبقى فتره فيها تقلبات جويه حاده وسريعه لانها فتره انتقاليه بين الصيف والخريف، فمهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه. اكيد طبعا بنتابع مع حضرتك يا دكتوره منار، وبنحب نشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. لو بصينا على القاهره هنلاقي ان درجه الحراره العظمى 34 والصغرى 25، ايضا في العاصمة الإدارية 34-25، الإسكندرية 32-24، والعلمين الجديدة 31-24. مطروح 30-23 ودمياط 33-25، بورسعيد 33-25 أيضا، ولكن في الإسماعيلية 36-23. لو رحنا للسويس هنلاقي ان درجة الحرارة العظمى هناك 36 والصغرى 24، ولكن في العريش 33-24، كاترين 34-17 وطابة 35-27، في حلايب 36-30 وفي شلاتين 40-31، في شرم الشيخ 40-30 وفي الغردقة 41-30. نروح للفيوم 36-24، بني سويف 37-24، الوادي الجديد 41-25 وأسيوط 38-23، سوهاج 39-26 وقنا 43-28، في الأقصر 43-26 وفي أسوان 44-29. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لمصطفى وجمانة ومتابعة باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم مرة تانية مصطفى وجمانة. شكرا ليك يا آلاء، شكرا.